بعض الناس يسمعوا؟ أنا لا أسمع شيء، يبدو أنك مريض. أقسم برب الصليب أنه صوت كون شديد. الصوت يصدر من ذلك المكان. توخي الحذر من فضلك. انظر، إنه طفل. لن يكون طفلا، إن له وجه قبيح. بل ملعون من الرب. إن له منظر بشر. وما هذا الشيء الغريب الذي في ظهره؟ عمل حكيم أن تخلص أبواه منه. لماذا لا نأخذه لربيه؟ أقول أنت، من يستطيع تربية طفلك هذا؟ ولما لا؟ عسى أن ينفع، أو يكون خادما لنا، أو يكون نذير شؤم علينا. أنتم تسيئون أصغر مريض. دعينا من هذا الكلام، ولنتركه هنا، لعل يسوع يرحمه. الخمر وحده هو أنا. حقاً أنا والخمر. صوتك نعم. ما هذا؟ إنه لا أحد بينافذ القرن. قارئ أقراص الكنيسة
اثناء تنفيذ امر الاعتقال الذي اصدرته الكنيسه قام بمهاجمه تحت الحرس وحاول قتل احدهم، ولولا تدخل الراهب لكان اجهز على الدفاع. فلتحضروا لي ذلك الشقيق. العدل روح الخالق ليس من صنع البشر. فهاجمني وفقدت الوعي واخبرني جنودي اني كنت على وشك الموت
لولا أن بها صوتي أمره بالرجوع. أخفيت جريمة أخرى لمكمل الجرائم. كنت قد علمتك طبيعة المنظر وتأكدت الآن من قبح خلقك. هذا بالإضافة إلى ما اعترفت به أن المذبح المقدس. كلام الراهب له مكن الحرس من القبض علي، فوددت أن أكون بوعي حتى أشكر الراهب مرتين، الأولى على إنقاذ حياتي والثانية على مساعدة العدالة. وها أنا ذا أدلي بشهادتي أمامكم على تساعد الكنيسة في الحكم على هذا المجرم. أهذا كل شيء؟ لفت نظري نقطة حول موضوع الحبار، إننا لم نجده بالمنزل. أين وجدت؟ بل في الكنيسة. كنيسات؟ وأنا بالمذبح التسليم. ربما اعتقدت وقتها أنه كان هناك لتيرزم، ولكن بعد تفكير بدأت أدرك أن الأحدب يحاول التشهير بسمعة الكنيسة الحاكمة في نوتردام. بالضبط. أيمكن أن نعتبر جميعاً أن هذه تهمة فارسة؟ ارتكب ذلك القبيح قارع أجراس كنيسة نوتردام. كنيسة نوتردام المشرعة للقوانين والتي اعتادت أن تحكم البلدة منذ قديم الأزل. ابنا من أبنائها يتهم بجريمة القتل. راقصة. المعقول المدينة أنها كانت تكتمي في أحضان من يدفع أكثر دون آلية معروفة في نوتردام. من يحزن عليها إذن؟ يقتلها ثم يهرول إلى الكنيسة. وبدلا من أن يعترف بذنبه إذا به أن يطلب وسيلة لإخراجه من تلك الورقة. ولكن أيها القائد، هل لديك نقاط أخرى تود توضيحها؟ أنا مضطر. لا شيء. أعلى يقين أنت. نعم. يبدو أن المذبح المقدس لم يتفقد اعترافه لأحد، بل اعترافه سبقه بساعات وكنت أنا المعترف له. اسمح لي بالاعتراض يا غضب، هذا اعتراف شخصي أنا ولا علاقة له بما نحن فيه الآن. قد يفيد إن كان مرتبطا بالجريمة الأولى. أي جريمة؟ ماذا؟ كنت تحبها؟ من؟ أنا أسمراء. أي غضب أرجوك، كل المدينة تعلم أنك أحبته. يجوا إلى المذبح المقدس لتعترف بهذا، لأنها على حد قول البعض سيئة السمعة. كفى. أكنت تعرف أنها سيئة السمعة؟ كفى. أطلع سيئة السمعة. نعم المدينة أقعد يقولوا فتاة سيئة السمعة. وكان الكنيسة طالبة النصح حول الكنيسة وجيناها. قلت كفى. حتى علمت أنها ماتت على يد الأحدب وأنها قتلت بيدي هو. نعم كنت أحبها حتى قتلها ذلك الوقت. نبدأ بحلبة الراقصة. هناك في حلبة الراقصة اعتادت أن ترقص من كنت أحب الأزميرالدا. هناك ما أخره، أنت تعلمين أن بنته لها الكثير من المتاع.
قريت ولا هنا لكي تعطيني منديل فقط؟ ماذا تفعل؟ هاجولنت؟ هاجولنت يا رجل؟ هاجولنت؟ لا بد من قتلك. لا لا بد من معاقبتي، اني عارف اين يعمل. لا سيستدل الوضع سوف، وانا التي سمحت وده سلن تفعل. تدخلي لي تطعمي وهل انت تدفعين ثمنتي وتقلبك؟ تفضل ايها لا استطيع، عندي موعد الكنيسة الأمر هام. كنت مرافقت لأراك. كنيسة؟ حيث يعمل الأحد؟ لا، إنه أمر آخر. هو الأحد؟ أعدتك بلا أوفير أمر. أخبرني إذن، لماذا الكنيسة؟ إنها مفاجأة وداع. إني أحب. نعم هو الحب. إني أحبها. أبونيت يا فرولو، رجل بمثل مكانتك المرموقة ويقع في غرام راقصة. وما العيب في كونها راقصة؟ أراكك تفتنت برقصها فسولت لك نفسك بأنك تحبها. وأنت تعلم أني لست من النوع الرجال الذي ينساق وراء شهواته. إنها راقصة، إنها إنسانة قبل كل شيء وسمعتها بها. فرولو أنت صديقي قبل كل شيء، وكلام الناس يحكى لساني بذكري في هذا المكان المقدس. كذب، ولنفرض إنه كذب، هل ستقوم بتكميم أفواه كل من في المدينة؟ إنها أشرف من في المدينة وعاهرة أمام الناس. هنا تعلمت شيئا في الكنيسة، أن السرائر لا تعلن إلا أمام المذبح المقدس، أما أمام الناس فتكمل آلاف الحقائق مغطاة بزيف وخلاف. وماذا بعد أن تتزوج؟ هل ستكون راقصة في عين الناس أم زوجة القاهرة؟ ونفرض إنها كانت الثانية، هل ستقوم بمنع الناس من التفكير بها في راقصة؟ فتصير ضحوكة المدينة يا فرولو. ولهذا جئت طالبا النصح والمشورة حول إمكانية زواجها. إذا أنت مصر؟ كل الإصرار إنها مالك. من تكون يا أيتها المرأة؟ إنها وصيفة الأزميرالدا. مالك الأزميرالدا قتلت. لا تكذبين، الأزميرالدا لم تموت. قتلها الأحمر. كيف حدث ذلك؟ بعد أن انصرف القائد كانت بغاية السعادة وطلبت مني تجهيز العشاء، وبالفعل ذهبت لأحضر لها العشاء، وإذا بي أسمعها تصرخ فرجعت مسرعة. لم أحتمل رؤيتها على هذا المنظر. الأزميرالدا كانت هامدة على الأرض بجانب هذا الوحش الذي لم ينسى ما فعله به القائد يرجع ويقتلها. نعم هو من قتلها، ولكن قبل أن يقتلها قتلتها تلك المدينة التي لا ترحم. قتلاها هؤلاء الطامعين في جثاليا دون النظر إلى قلبها. أنتم من قتلتموه، هو فقط أجهز علي. لا يوجد دليل لكل هذا إلا الصبر. إذن الجريمة ترقص الأزميرالدا من شدة فرحتها، لأنها أخيرا قد وجدت الحب الذي طالت أن تنتظره. لكن قبل أن تقنع إلها هذا الخبر، أقنعتها صديقها، اخترقت جسدها، سقطت على الأرض. لا يوجد دليل لكل هذا إلا الصرخ. ذلك هو التفسير الوحيد للجريمة كما جاء على لسان القائد والوصيف. أيتها الوصيفة، كنت قد ذكرت إنه جاء ليعطيها شيئا فقدته أثناء الرقص، أليس كذلك؟ نعم، جاء ليعطيها منديلها الذي فقدته. منديلها الذي فقدته، وما كان لون هذا المنديل؟ ما أظن. مثل هذا؟ نعم. نيافة الكرب، دليل الأزميرالدا كان مع الأحمر. دليل الاتهام الوحيد كان معنا في نفس القاعة التي تحاول التقصي عن الحقيقة. إذا من فعلها غير الأحمر؟ أخذونا! 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 أخذونا!
تحمي بيتها مستندا الى هذا الرداء. نعم، انا من سلم اليكم هذا البريد. انه مجرد اثيف قاتل، مع انه تربى في كنيسه. انا ما قمت بتربيته في تلك الكنيسه. نعم، كانوا كل اهل المدينه محقين. من يستطيع تربيه طفلا كهذا؟ لكنني توسمت فيه شيئا فاخذته لاربيه حتى ينأى عن الناس في مكان اسمى الكنيسه. كان لا يتكلم مطلقا، معدوم الكلام. حاولت معه كثيرا الى انه اثر الصمت. سؤال كان يلح علي كلما وجدته جالسا امام المذبح. ما الذي فعله هذا البريء ليقضي وقته في كل تلك الاعترافات؟ لم يرتكب جرما في حياته. ولا تكفيك جرائمه. اي جرائم وفي حق من؟ لم يكن يخرج من الكنيسه خشيه الناس، ولم يكن يؤذي الناس خشيه الرب. لم يكن يخرج من الكنيسه الا عندما ابتعد عن الناس. امره بديهي ان يبتعد الناس عنه. لم يقتل. وماذا عن كلام الشهود الذين اقروا انه من قتله؟ كذب. كواسيمودو كان عنده من الاسباب ما يكفي لقتل كل من في المدينه، ولكنه كفر. فمستحيل ان يكون قد قتل.